الخوف الزائد من تقنية الذكاء الاصطناعي يدفع باحثين إلى طرح مسألة توعيته تجاه حماية البشر، أي محاولة دمج الذكاء الاصطناعي بشكل هادف في حياتنا. مخاوف العلماء تستند إلى التقدم السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي على حد تعبيرهم أسرع بكثير مما يدركه الجمهور، وتكمن خطورتها في جوهرها، حيث يمتلك الذكاء الاصطناعي طرقاً غير تقليدية لتحقيق الأهداف التي تمت برمجته من أجلها. ويقول بعض الخبراء ستبدأ أخطر وأهم قضايا التقنيات الجديدة في الظهور بشكل متزايد كخيال علمي بالنسبة للشخص العادي. على الطرف الآخر، يرى فريق أن الحساسية الزائدة من الروبوتات بدأت عقب قضية فصل باحث الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل بليك ليموين وتصريحه بأن الروبوتات المستقبلية أكثر وعياً من البشر، ليرد عليه الخبراء بعدم وجود إجماع مطلق حول هذه القضية في مجتمع الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن الحكم بشكل رسمي حول نية مستقبلية لهذه التقنيات بالخروج عن طوع البشر، وهو ما يدفع مراقبين إلى طرح مسألة التدخل المبكر في برمجة هذه التقنيات وتغذيتها بمدخلات تضمن طوعها لسلوكيات البشر. بمعنى آخر، أن لا تحل هذه الروبوتات محل الإنسان، لا سيما مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كبرى شركات التكنولوجيا في العالم مثل جوجل ومايكروسوفت لابتكار نماذج وبرامج لغوية متطورة.